السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، ومرحبا بكم في قناة فيزياء 1+2+3 ثانوي. فيديو اليوم مخصص للمستوى 3 ثانوي الشعاب العلمية، وسنتناول فيه حل تمرين حول المتابعة عن طريق قياس الناقلية النوعية. إذا كنت أول مرة تزور قناة عزيز التلميذ، اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. عزيزي التلميذ، قبل أن نبدأ، أهم شيء عند مراجعة العلوم الفيزيائية يجب أن تنوع من التمارين، معناه يجب أن تحل تمارين مختلفة، مثل الفيديو السابق حللنا التمرين أين كانت تغيرات الكتلة المتبقلية بدلالة الزمان، الآن سنحل تمرين عن تغيرات الناقلية النوعية بدلالة الزمان، ثم كمية المادة. التمرين الذي سنحله أمامكم، رجاء أوقفوا الفيديو وحاولوا فيه. الشيء المعطيات: محلول حمض كلور الماء H2O بلس زائد Cl، تركيزه C مجهول وحجمه 200 ملليلتر. نضع داخله قطعة من الألومنيوم كتلتها 0.27 جرام، وأعطيت كتلتها المولية 27 جرام على المول. ثم قيل نتابع الناقلية النوعية سيجما تي للوسط التفاعلي خلال لحظات زمنية مختلفة، فنحصل على هذا البيان الذي يمثل تغيرات الناقلية النوعية سيجما بالسيمنز على المتر بدلالة الزمن تي بالدقائق. أولا كتابة معادلة التفاعل. هنا الألومنيوم حسب الثنائية يعطي لي Al3+ وفق معادلة نصفية للأكسدة، Al يعطي لي Al طروة بلس، ثم قلنا هذا الطرف شحنته الصفر، هنا يجب أن أضيف ثلاث شحنات سالبة أي ثلاث إلكترونات كي أتحصل على الصفر، ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي إلى الصفر. الآن المعادلة النصفية للإرجاع H2O بلس يعطي لي H2 حسب الثنائية، H2O بلس يعطي لي H2. ثم الآن قلنا لموازنة ذرات الأكسجين أضيف H2O إلى هذا الطرف، ثم لموازنة ذرات الهيدروجين قلنا إن لم نستطع موازنتها بالمعاملات الستوكيومترية نضيف H+، إذا استطعنا موازنتها فقط بالمعاملات الستوكيومترية لا نضيف H+. H موجود هنا و H موجود هنا، إذا لو أضرب هنا في 2 يكون لدي 2 في 3 6، هنا كذلك 2 دونك 6 H، هنا 2 O، معنى هنا كذلك يجب أن أضيف 2 H2O، دونك 2 O 2 O، 2 في 3 6 H، 2 في 2 4 H، مع هذا 2 6 H. ثم الإلكترونات، هذا الطرف صفر، هنا 2 في زائد 1 زائد 2، لكي يكون لدي كذلك هنا صفر يجب أن أضيف شحنتين سالبتين أي 2 إلكترون، بهذا الشكل 2 زائد زائد 2 ناقص يساوي إلى الصفر. ثم أكتب الحالة الفيزيائية، هنا صلب، هنا الشوارد دائما أكيوز، أكيوز انطلاق H2، هنا غاز، هنا الماء ليكيد. ثم معادلة الأكسدة الإرجاعية التي نسميها معادلة التفاعل، قلنا قبل أن نجمع أرى عدد الإلكترونات المفقودة وعدد الإلكترونات المكتسبة، هنا 3 هنا 2، دونك لا يمكن أن أجمع إلا إذا تساوت عدد الإلكترونات المفقودة وعدد الإلكترونات المكتسبة، هنا أي أضرب هذه في 2 و 2 في 3 6، معناه لكي يكون لدي 6 هنا يجب أن أضرب هذه في 3 وأجمع المعادلتين طرف لطرف، أي ما على يسار المساواة، أولا 2 أل صلب زائد، دونك هنا هذا ما يوجد على يسار المساواة، زائد 3 في 2 H2O بلس أي 6 H2O بلس، هي شاردة إذن أكيوز، إلكترونات تختزل لدي 6 هنا و 6 هنا تختزل، مباشرة يساوي 2 في Al3+
بهذا الشكل زائد 3H2 غاز زائد 3 × 2 = 6 H2O ليكيد. دونك قلنا أعزائي التلاميذ صدقوني لو تشاهدون الفيديو الأول الذي سميته مراجعة شاملة حول الأكسدة والإرجاع لن تصعب عليكم أي معادلة. ذلك جدول تقدم التفاعل، هنا مسحت وتركت فقط المعادلة. دونك ها هي المعادلة كتبتها هنا سامسحها، ثم هنا حالة الجملة، حالة الجملة، حالة ابتدائية، حالة وسطية، حالة نهائية. هنا التقدم x طبعا بالمول، صفر x، x ماكس، ثم هنا بطبيعة الحال كل متفاعل وكل ناتج لديه خانته الخاصة به. هنا الآن كمية المادة الألومنيوم الابتدائية هي N، دونك بما أنها مادة صلبة نرمز لها ب N. هنا الآن أشطر وسط بلوس هي شاردة في محلول معناه سي فوا في، سي فوا في، هنا صفر صفر، الماء بزيادة أو بوفرة. الآن في الحالة الوسطية N ناقص 2 X، ثم سي فوا في ناقص 6 X، ثم ينتج هنا 2x و 3x. في الحالة النهائية أنا ناقص فقط نعوض x هنا بx ماكس. ها هو جدول تقدم التفاعل. ثم الآن ثانيا الأنواع الكيميائية المسؤولة عن تغير قيمة الناقلية النوعية للمزيج. دونك تتغير قيمة الناقلية النوعية بتغير تركيز أشطر وزو بلوس، وتظهر هنا شوارد أقل تروى بلوس. دونك الأنواع الكيميائية هي شوارد أشطر وزو بلوس، هنا شوارد أشطر وزو بلوس تستهلك هي في المتفاعلات وبالتالي تنقص كمية مادتها، وبالتالي بما أن الحجم ثابت ينقص تركيزها. كذلك هنا تظهر شوارد أقل تروى بلوس أي كميتها ليست ثابتة في المزيج تزداد، هنا كمية أشطر وزو بلوس تتناقص في المزيج، هنا كمية أشطر أقل تروى بلوس تزداد في المزيج. فها هي الأفراد والأنواع الكيميائية المسؤولة عن تغير الناقلية. أما السيل وشوارد الكلور فلم تشارك في التفاعل، فبالتالي كمية مادتها تبقى ثابتة داخل المزيج. إذن إيجاد عبارة سيجما زيرو بدلالة سي ولندا سيالمون ولندا أشطر وزو بلوس. أعزائي التلاميذ سيجما زيرو هي دونك سيجما الصفر هي الناقلية النوعية الابتدائية، أي عند t يساوي إلى الصفر، أي عند t يساوي إلى الصفر لم يبدأ بعد التفاعل، وبالتالي الشوارد الموجودة هي فقط سال مو وأش تروازو بلوس. عبارة سيجما زيرو تساوي لندا أش تروازو بلوس في التركيز أش تروازو بلوس صفر أي الابتدائي، زائد لندا سيال موا في تركيز سيال موا كذلك الابتدائي. ثم تركيز هنا أشطر وزو بلوس يساوي إلى تركيز سيال موا بيانسور الابتدائي ويساوي إلى سي، لأن هنا لا يوجد معامل ستوكيومتري وهنا كذلك. دونك درستمو في السنة الثانية، هنا بما أن لا يوجد معامل ستوكيومتري هنا معناه واحد واحد، وبالتالي تركيز هذه الشريدة يساوي تركيز هذه الشريدة يساوي إلى تركيز المحلول. ثم نعوض تركيز سيال موا بي سي وتركيز أشطر وزو بلوس بي سي وينتج سيجما صفر يساوي إلى لندا أشطر وزو بلوس في تركيز أشطر وزو بلوس يساوي إلى سي في سي، زائد لندا سيال موا في كذلك سي. سي موجود هنا موجود هنا، أستطيع استخراجه كعامل مشترك وأتحصل على سي في دونك سي لندا أشطر وزو بلوس
زائد لندا سين مو، وهي العلاقة المطلوبة سيجما زيرو بدلالة سين لندا سين مو لندا أشتر وسوسيس، هي العبارة المطلوبة للبرهان. ثم الآن استنتاج سي، تركيز المحلول أشتر وزو بلس سي الموان، تركيز هذا المحلول. هنا الآن نستنتج سي انطلاقا من هذه العلاقة، معناه سي يساوي إلى سيجما صفر قسمة لندا أشتر وزو بلس زائد لندا سي الموان. هذه القيم أعطيت، هذه تساوي إلى 35 ملي سيمنس متر مربع مول أس ناقص واحد، هذه أعطيت في المعطيات كذلك 7.6 ملي سيمنس كذلك متر مربع مول أس ناقص واحد. ثم الآن لحساب سي يبقى إيجاد قيمة سيجما الصفر. سيجما الصفر الآن نستنتجها انطلاقا من البيان، أي عند تي يساوي إلى صفر ها هي قيمة سيجما الصفر. ثم نحسب 1 2 3 4، يكون بالتقريب 4. لم يصل 3، اقرأوا جيدا في المنحنى عندكم لأن التدريجات هنا تختلف. دونك 4 يكون 4.25 في السلم الذي هو 2، هي 1 2 3، 4.25 في 2 يكون 4.25 في 2، وتكون قيمة سيجما صفر تساوي إلى 8.5. لاحظوا هنا الوحدة، دونك سيجما صفر 8.5 سيمنس على المتر، سيمنس على المتر. ثم الآن تطبيق عددي، سي يساوي منه سي يساوي إلى 8.5 دونك سيجما صفر قسمة 35 زائد 7.6، لكن لاحظوا أعزائي التلاميذ هنا وحدة لندا بالميلي سيمنس وهنا الوحدة بالسيمنس، يجب أن نحول إحداهما إلى يا إما إلى الميلي سيمنس يا إما إلى السيمنس، دونك نحول دونك من السيمنس إلى الميلي سيمنس في 10^3 ونجد سي تساوي إلى 199.5. هنا أعزائي التلاميذ كملاحظة، دائما عند حساب تركيز انطلاقا من ناقلية فوحدة ذلك التركيز مول على المتر المكعب، هذلك وحدة التركيز الذي نحسبه انطلاقا من ناقلية وحدته مول على المتر المكعب، وإذا أردنا حساب الناقلية سنحول تراكيزنا إلى المول على المتر المكعب، ها هي قيمة التركيز. الآن بالمول على اللتر نضرب في 10^3، أي سي يساوي إلى 199.5 في 10^3 مول على اللتر، ونجد سي يساوي إلى قسمة ألف بالتقريب 0.2 مول على اللتر، ها هي النتيجة. تركيز المحلول الابتدائي سيكتبها هنا، ها هو سي يساوي 0.2 مول على اللتر. ثم رابعا إيجاد قيمة إكس ماكس وتحديد المتفاعل الموحد. لتحديد الآن قيمة إكس ماكس لدينا متفاعلين، معناه إما هذا المتفاعل متفاعل موحد أو هذا، لهذا نحسب قيمتين لإكس ماكس. هنا نكتب ان ناقص 2 إكس ماكس إذا سميناها 1 تساوي إلى 0، معناه إذا كان هذا المتفاعل موحد ستكون إكس ماكس 1 تساوي إلى ان على 2،
معناه ان يساوي 2 اكس ماكس، وبالتالي اكس ماكس 1 يساوي الى ان على 2. وان يساوي ماذا؟ ان يساوي دونك بالنسبه لقطعه الالومنيوم اعطيت كتلتها وكتله الموليه، كتلتها الموليه معناه بوتي تام سور جراند تام. اعوض هنا ويكون لدي اكس ماكس 1 يساوي الى ام على 2 جراند تام. وبالتالي تطبيق عددي اكس ماكس 1 يساوي الى الكتلة 0.27 قسمة 2 في 27 ونجد 0.005 مول. قيمة إكس ماكس 1 هي هذه 0.005 مول، هي القيمة الأولى. ثم الآن لو يكون هذا متفاعل محيط معناه كل هذا يساوي إلى الصفر، أي سي فوا في موا ستة إكس ماكس نسميه 2 يساوي إلى الصفر، معناه سي فوا في يساوي ستة إكس ماكس، وبالتالي إكس ماكس 2 يساوي إلى سي فوا في قسمة ستة، ويساوي سي وجدناه 0.2. بطبيعة الحال وجدنا سي بالمول بارمتر كوب، لكن لما نستعمله لحساب كمية المادة إكس ماكس يجب أن يكون بالمول على اللتر. 0.2 في الحجم 200 نحوله إلى اللتر 0.2 قسمة 6، أي إكس ماكس 2 يساوي إلى 0.0067 مول. ها هي القيمة الثانية ل إكس ماكس. ثم الآن أيهما سأختار؟ سأختار القيمة الصغرى، لاحظوا هذه القيمة ولاحظوا هذه القيمة 0.005 0.006، معناه هذه القيمة أصغر من هذا، ونكتب بما أن إكس ماكس 1 أصغر من إكس ماكس 2 فإن إكس ماكس القيمة، أي القيمة المقبولة التي نختارها يساوي إلى إكس ماكس 1 ويساوي إلى 0.005 مول. ها هي قيمة إكس ماكس المقبولة. والمتفاعل الموحد هو المتفاعل الموافق الذي حسبنا منه قيمة إكس ماكس المقبولة، معناه من هنا ها هي إكس ماكس 1 المقبولة حسبناها من هذه العبارة، أي منه المتفاعل الموحد هو الألومنيوم أل. اكتب هنا قيمة إكس ماكس نحتاجها فيما بعد تساوي 0.005 مول، 5 مول. ثم الآن خامسا سرعة التفاعل طلب تعريفها وطلب كذلك إعطاء عبارتها. عبارة سرعة التفاعل هي V تساوي dx على dt، دونك V تساوي dx على dt، وتعريفها نقول هي مقدار تغير تقدم التفاعل خلال الزمن، تغير مقدار تغير تقدم التفاعل، ها هي دي اكس على دي تي، مقدار تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن او خلال الزمن، هذا هو تعريف سرعة التفاعل وعبارتها في تساوي دي اكس على دي تي. ثم الان هذا خمسة الف ثم با تعطى العبارة سيجما تي تساوي إلى 8.52 ناقص 180 في إكس. دونك بالمناسبة هذه هي تمثل قيمة سيجما زيرو التي وجدناها في السؤال الثاني. ثم الآن با دونك بيان أن سرعة التفاعل تعطى بهذه العلاقة، أي ناقص 1 على 180 دي سيجما
على دي تي سيجما تي طبعا على دي تي. عبارة سرعة التفاعل الأصلية هي هذه معناها في تساوي إلى دي إكس على دي تي. هنا الآن في تساوي دي إكس على دي تي ونكتبها بهذا الشكل دي سيجما على دي تي، معناه سنجد علاقة بين إكس دائما قلت لكم وسيجما، والعلاقة موجودة هنا، معناه سأكتب إكس بدلالة سيجما. دونك من العلاقة سيجما تي يساوي إلى 8.52 ناقص 180 إكس، إكس يساوي هنا 8.52 ناقص سيجما تي قسمة 180. 180. وبالتالي أعوض إكس في هذه العبارة هنا وينتج سرعة في تساوي إلى دي على دي تي. الآن إكس بدلالة سيجما هو كل هذا، معناه أفتح قوس 8.52 ناقص سيجما تي قسمة 180. ثم الآن نواصل ننشر هذا الاشتقاق، معناه دي على دي تي. هنا أولا قبل أن ننشر نفكك الكسر 8.52 قسمة 180 ناقص سيجما تي. هنا يجد تلاميذي صعوبات دونك في استخراج هذه العبارة. هنا أول شيء قوموا به أعزائي التلاميذ تفكيك الكسر لكي يسهل لكم، ثم ننشر الاشتقاق يساوي إلى دي على دي تي لهذا المقدار 8.52 قسمة أي عدد ثابت ناقص دي على دي تي لسيجما تي قسمة 180. دونك انشروا هكذا خطوة بخطوة لكي لا تخطئوا. ثم الآن لاحظوا مشتق العدد الثابت يساوي إلى الصفر، معناه كل هذا الطرف يروح يساوي إلى صفر، يبقى فقط هذا الطرف. ثم تبقى في تساوي إلى، فقد قلنا هذا الطرف ناقص، دونك 1/80 هو عدد ثابت، ما سأفككه بالتفصيل دي على دي تي لواحد على 80 في سيجما تي، ها بالتفصيل الممل كما نقول. ثم ناقص 1/80 عدد ثابت يخرج من المشتق ويصبح ناقص 1/80 دي على دي تي سيجما، أي دي سيجما تي على دي تي. ها هي عبارة سرعة التفاعل المطلوبة، لاحظوا هي نفسها هنا. ها هي الآن عبارة سرعة التفاعل، دونك طلب منا حساب قيمة سرعة التفاعل عند تي يساوي صفر، معناها في عند تي يساوي إلى صفر يساوي ناقص 1/180 دي سيجما تي على دي تي عند تي يساوي إلى الصفر. وهذا ماذا يمثل؟ ميل المماس عند تي يساوي الصفر للمنحنى سيجما دو تي على دي تي، أي هذا المنحنى على تي، هذا المنحنى سيجما بدلالة تي، والمماس عند تي يساوي الصفر. ها هو نذكر مثلة لكم. ثم الآن لحساب الميل هذا المماس قلنا نختار نقطتين سهلتين للقراءة. ما معنى نقطتين سهلتين للقراءة؟ مثلا لاحظوا هذه النقطة، ها تقع دونك هنا فاصلتها هي 5 سوسوة، وترتيبها كذلك السهل للقراءة 2 4 6، هذه النقطة مثلا 6 ترتيبها 6 فاصلتها 5، ثم النقطة الابتدائية فاصلتها 0 ترتيبها
وجدناه سابقا 8.5، وألفا هذا هو المثلث القائم، ألفا هذه هي، ها هي الزاوية ألفا. دونك معناه نكتب هو ناقص 1/180 في طنجنت هذه الزاوية، ها هي ألفا، وطنجنت ألفا الضلع المقابل على الضلع المجاور. كي لا تخطئوا أعزائي التلاميذ، ابدأوا بالضلع المجاور، 5-0، 5-0، ثم عند 5 كي لا تخطئوا وتجدوا الميل هنا في هذه الحالة موجب وتخرج لكم السرعة سالبة، ابدأوا دائما بالضلع المجاور، ها هو الضلع المجاور للزاوية، هذا هو. دونك 5-0، 5-0، ثم عند 5 أسقط على المماس، ثم على المنحنى هنا يكون 6، عند 0 8.5، وأجد السرعة عند t تساوي إلى 0-1/180 في 6-8.5 يساوي -2.5/5، هذا يساوي إلى -0.5، ونجد عند t تساوي إلى 0 السرعة تساوي إلى ناقص في ناقص هنا يساوي زائد 2.78 في 10 أس ناقص 3 مول، على بما أن هنا محور، محور الزمن بالمينوت، وبالتالي مول على مينوت، وها هي سرعة التفاعل عند تي تساوي إلى الصفر، ها هي. هنا أقرب لكم النقطتين المختارتين، هذه النقطة وهذه النقطة، هذه النقطة فاصلتها 5 ترتيبها 6، هذه فاصلتها 0 وترتيبها 8.5. ثم الآن سادسا، استنتاج سرعة اختفاء شوارد أشطر وزوبلوس عند نفس اللحظة، معناها عند t يساوي إلى 0 سرعة اختفاء شوارد أشطر وزوبلوس. هنا أعزائي التلاميذ، أول شيء أكتب عبارة سرعة اختفاء أشطر وزوبلوس، في أشطر وزوبلوس هو متفاعل، وسرعة اختفاء تساوي ناقص دي أن أشطر وزوبلوس على دي تي. أول شيء أبدأ بعبارة سرعة اختفاء شوارد أشطر وزوبلوس، ثم هنا قيل لي استنتاج، أي من سرعة التفاعل، أي من سرعة التفاعل السابقة التي عبارتها V تساوي إلى dx على dt. استنتج سرعة اختفاء أشطر وزوبلوس من سرعة التفاعل التي عبارتها هذه هي. قلت لكم في فيديوهات سابقة، أول شيء نجد العلاقة بين كمية أشطر وزوبلوس و X، وذلك من خلال جدول التقدم، حيث أن أشطر وزوبلوس في الحالة الوسطية يساوي 0 × 6X. من جدول التقدم ومن الحالة الوسطية يكون لدينا أن أشطر وزوبلوس يساوي إلى، ها هي 0 × 6X. ثم ها هي عبارة N أشطر وزوبلوس بدلالة X، أعوض هنا ويكون لدي سرعة اختفاء شوارد أشطر وزوبلوس تساوي ناقص، لا أنسى هذا الناقص، D على DT، وأعوض N أشطر وزوبلوس بكل هذا، معناه C فوق ناقص 6X، وأنشر الاشتقاق كما فعلت سابقا، ناقص دي سي فوا في، سي فوا في بهذا الشكل على دي تي، ناقص دي 6X على دي تي. وبالتالي هنا سي مقدار ثابت، في مقدار ثابت، وبالتالي كل هذا الطرف يساوي إلى الصفر، ويبقى سرعة اختفاء أشطر وزوبلوس تساوي إلى ناقص في ناقص يصبح زائد دي
ستة إكس على دي تي. وقلنا أن الأعداد الثابتة أو المقادير الثابتة تخرج من المشتق ويساوي إلى أخرج ستة، ستة دي إكس على دي تي، وبالتالي سرعة اختفاء أشطر وزو بلوس تساوي إلى ستة دي إكس على دي تي ستة. ثم الآن لاحظوا دي إكس على دي تي ماذا تمثل؟ تمثل في، أي هذا في، وبالتالي تساوي ستة فوا في سرعة التفاعل، في أشطر وزو بلوس تساوي إلى ستة مرات سرعة التفاعل، ست مرات سرعة التفاعل، وسرعة التفاعل هذه هي قيمتها، معناها ستة تطبيق العددي سأمسح، دونك معناها هنا سرعة اختفاء أشطر وزو بلوس تساوي ستة في هذه القيمة التي تمثل سرعة التفاعل، ونمسح هنا ونكتب سرعة اختفاء أشطر وزو بلوس تطبيق العددي يساوي إلى ستة في 2.78 في 10^-3 ونجد 1.67 في 10^-2 مول على المينوت. ها هي قيمة سرعة اختفاء شوارد أشطر وزو بلوس عند نفس اللحظة T تساوي إلى الصفر. والآن سابعا تحديد قيمة زمن نصف التفاعل تاندومي. دونك أولا طريقة غير مباشرة، ثم نعود وأعطي لكم الطريقة المباشرة. طريقة غير مباشرة معناها هذه تستعملونها في كل المنحنيات التي لا يعطى فيها إكس، دونك ما عدا إكس بدلالة تي. كل المنحنيات التي لا يعطى هنا إكس، هنا ليس إكس بدلالة تي، دونك شرحناه في فيديو سابق اسمه دونك السرعة الحجمية وزمن نصف التفاعل، عنوان الفيديو عفوا. ثم الآن طريقة غير مباشرة معناه لدي المنحنى سيجما بدلالة تي، سأجد العلاقة بين سيجما وإكس، العلاقة المعطاة سابقا سيجما دو تي يساوي إلى 8.52 ناقص 180 إكس. أكتب دائما لما لا يعطيه، لما لا يعطى لي هنا إكس بدلالة تي، أجد العلاقة بين ما يوجد هنا وإكس بيانسور من خلال جدول التقدم. ثم الآن سيجما عند اللحظة تي تساوي 8.52 ناقص 180 إكس عند اللحظة تي، وبالتالي سيجما عند اللحظة تي اندومي يساوي إلى 8.52، هذا لا يتغير، ناقص 180 إكس عند تي اندومي، إكس عند تي اندومي. دونك هذه العبارة عند تي تساوي إلى هذا إكس تي، هذه العبارة عند تي اندومي تساوي إلى إكس تي اندومي، وإكس تي اندومي ماذا يساوي؟ إكس عند تي اندومي يساوي إلى إكس ماكس على 2، معناه سأعوض هنا إكس ماكس على 2، وأجد سيجما عند زمن نصف التفاعل تي اندومي يساوي 8.52 ناقص 180 إكس ماكس، وجدناها سابقا هذه هي تأكدوا منها 0.005 على 2، ونجد سيجما عند تي اندومي يساوي إلى، نجد القيمة العددية هي 8.07 سيمنز على المتر. ها هي قيمة سيجما عند زمن تي اندومي. ثم بالإسقاط، لاحظوا بالإسقاط دونك 8، وهنا كل تدريج 2، دونك معناه 8.07 قسمة 2 تساوي إلى دونك بالتقريب 4. الآن عند التدريجة الرابعة معناه 1 2 3 4 توافق هذه القيمة، ديروا لها الإسقاط تجدونها دونك على البيان بدقة، تجدون دونك بالإسقاط
على البيان، ثم على محور الأزمنة. دونك نجد تان دومي يساوي إلى، دونك هنا أعزائي التلاميذ تجدون في البيان عندكم ثلاث تدريجات، دونك ثلاث تدريجات وكل تدريجة 5 قسمة 10، معناه كل تدريجة هي 0.5، وبالتالي ثلاث تدريجات يكون 0.5 واحد، 1.5 بطبيعة الحال الوحدة هي مينوت. الآن طريقة مباشرة لإيجاد تان دومي بدون المرور بكل هذا، دونك فقط نجد سيجما عند تان دومي كيف، دونك هي صالحة كذلك إن لم يطلب منكم كل هذا، دونك أجيب بالطريقة المباشرة. دونك هي سيجما صفر، القيمة الابتدائية سيجما صفر، زائد القيمة النهائية سيجما فينال قسمة 2، ويساوي إلى سيجما صفر 8.5 زائد القيمة النهائية من البيان تساوي. هنا لما تقرأون القيمة النهائية تجدونها بالتقريب 5.7، معناه هنا زائد 5.7 قسمة 2، ونجد هنا نجد 7.1. لاحظوا هنا الاختلاف بين النتيجة هذه البيانية والنتيجة الحسابية، هنا البيان يبدو أنه ليس دقيق كفاية. دونك وبنفس الطريقة نروح نديرو 7 هنا، دونك 7 قسمة 2 سيكون 3.5، معناه هنا أبطري، ونجد تان دومي أكبر قليلا من الذي وجدناه، لكن طبيعة الحال دائما الطريقة البيانية تكون أقل دقة من الطريقة الحسابية. دونك بهذا تستطيعون حساب مباشرة تان دومي عندما لا يطلب منكم برهن العلاقة. دونك برهن العلاقة احسبه مباشرة، أي بيان يتناقص ولا ينعدم ولا يصل إلى الصفر قيمة ذلك المقدار عند تان دومي القيمة الابتدائية زائد النهائية قسمة 2، نجد قيمة نضعها هنا باحترام السلم، نسقط على البيان ثم على محور الأزمنة ونجد تان دومي. ثم الآن أهمية زمن نصف التفاعل، هو زمن وصول تقدم التفاعل إلى نصف قيمته العظمية، تفيد معرفته في المقارنة بين نفس التفاعل، دونك نفس التفاعل في شروط مختلفة من حيث السرعة، أي كلما كان زمن نصف التفاعل أصغر كلما كان التفاعل أسرع. إلى نهاية حصة اليوم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا استفدتم، بارتجوها مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وما تنسونيش بالجام والاشتراك في القناة. ودونك إذا كان لديكم أي سؤال أو أي اقتراح أو تمرين دونك اكتبوه لي في التعليق. إلى حصة أخرى إن شاء الله.